اليوم عندي تحدي جديد مع كيري. شوفوا شو رح احضر لكم. حنحضر ريد فيلفت كيك بالتشيز كيك. بنحط الزبده مع السكر. هلا حنضيف البيض حبه ورا حبه. هلا بنخلط المواد السائله: اللبن، زيت، كاكاو، شويه فانيلا، صبغه الاكل ومعلقه خل. هون عندي الطحين مع الملح وبيكربونات الصودا. هلا بالتناوب رح ضيف المكونات على خليط البيض. لتحضير حشوة التشيز كيك عندي 12 حبة كيري، صفار بيضة، ربع كوب سكر، وفانيلا. ورح نخبزه بفرن حامي على 180 مدة ساعة تقريبا. وهلا بدنا نحضر الجليز اللي بدنا نحطها من فوق. حنحط زبدة، كيري، فانيلا، شوية حليب، سكر بودرة. تشوفوا قلبها كيف؟ ولا أروع.